انت جايبني هنا ليه؟ هنا ابقى مطمن عليكي اكتر يا مريم. معلش انا محتاجه ابقى لوحدي والله مش قادره. مش هينفع يا مريم تبقي لوحدك، في حاجات كتيره وانتي ما تعرفيهاش ممكن تخلي حياتك في خطر الفتره الجايه دي. حاجات زي ايه؟ زي ان ابوكي بعت ناس قتلوا مدير البنك في السجن، وعمك يوسف الملكي ما طلعش عمك، طلع واحد اسمه عاشور المصري انتحل شخصيته من 35 سنة. مش هقدر استعمل اي حاجة تانية، مش هقدر. انا عايز ارجع لندن اقرب وقت. مش هقدر. لا يا مريم انا مش موافق، انا عايزك تفضلي جنبي هنا. على فكرة انا رجعت الشغل ووعدك ان كل الحاجة دي هتخلص قريب. يلا عم بكر بهات الشنط من العربية. لا مؤاخذة يا باشا، في واحد جه بموتوسيكل من شوية وساب سعادتك الظرف ده. سمعت من مراته. شاكر؟ شاكر يعمل فيا انا كده؟ طب ليه؟ ليه؟ مش يمكن تكون لعبة من ليلي يا يحيى؟ ما تكلموش. انا بعت له رسالة وقلت له ما يرجعش البيت ده تاني طول ما انا عايشة فيه. انا هروح له. اجي معاك؟ اجي معاك. لا انا عايز ابقى انا وهو لوحدينا. اولادي بيضيعوا مني، اولادي بيضيعوا مني.